مبروك لجماهير النادي الافريقي، مبروك للنادي الافريقي، سوتو فتره صعيبه نمروا بها، وكانت مقابله جات انتصار في وقت مناسب. كانت مباراه صعيبه على جميع المستويات، هك شفت معناتها فريق المستير فريق صعيب الميراث على ميدانه. الحمد لله معناتها حاولنا باش نعملوا خطه تكتيكيه تتماشى امكانياتنا احنا سوتو معناتها في بدايه المباراه. ما جازفناش برشا، لكن قعدنا واقفين بالقدام باش ما نقدروش اهداف، والحمد لله معناتها حتى من بعد النقص العددي اللي كنا فيه كنا متوازنين، ومعناتها وسكرنا معناتها نجم تقول الطرق الكل للفريق المنافس للتهديف. الحمد لله شفت معناتها تينس للاعبين الممتازين، معناتها كتبنا في فريق لمسه في وقت مناسب في بحركه ممتازه، بسام صرافي اعطانا الاضافه. الحمد لله ان شاء الله النادي الافريقي معناتها ديما نقولوها راه ديما نقولوها، خاطرني ود الكلوب نموت على الكلوب، راه ما تطيحش الكلوب ما تموتش الكلوب، صحيح معناتها تتعدى بفتره صعيبه لكن مسيرها كانش ترجع فريق كبير كما كانت ان شاء الله. كان هذا لطفي الرويسي مدرب المساعد بالنسبه للنادي الافريقي لبيب في انتظار